عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. بيك عايش. اخترنا اليوم باش نحكيو على إيقاف الهدنة ورجوع الضربات بغزة. والله كما نشوفوا وقفة الهدنة البارح ولا اليوم الصباح وتواصلت الضربات، القناة الصهيونية 12 قالت انه فما رشقات صاروخية على غزة، على غلاف غزة. وسائل الإعلام تقول انه فما سقوط شهداء في غزة قرابة 50 ولا تجاوز 50. نحسوا الحرب راجعة بوتيرة بطيئة، كأن فما توافق عالمي يظهر لي على منح الكيان الصهيوني الحاجات معناتها اللي تحلم بها واللي مش باش تتحقق، اللي هي تقسيم غزة وتكبير معناتها باش يكبروا الغلاف نتاع غزة لمزيد تأمين الكيان الصهيوني. لكن الشيء هذا مش باش يصير. كيما خذا الجيش الصهيوني وقته باش يرتاح ويخطط ويعاود التموقع نتاعو العسكري، كيما المقاومة زادة كيف كيف، ما نصورش انه معناتها استغلتها للراحة، فقط استغلوها زادة للمزيد من التخطيط وتنويع التكتيكات العسكرية. لكن احنا اللي يهمنا كعرب وكمسلمين تواصل سقوط الشهداء، ضعف الامكانيات، ضعف المساعدات، الدخول للوتيره الضعيفه نتاع دخول المساعدات من معبر رفح، المستشفيات في حاله مزريه، توا قريب باش نوصلوا الاقل من الثلث نتاع المستشفيات اللي قاعده تخدم، بحكم انه المستشفى اللي يقف العمل به ما عاودش يرجع، خاطر ما فماش مساعدات لا طبيه لا لوجستيه. دونك الوضع ماشي ويتازم. نستناو في وقفة عربية ودولية وأممية. أنا نشوفه في أمريكا اللاتينية قاعدة تتحرك بقوة، جيست معناتها العباد تستنى وقتاش يتم إدخال المساعدات خاصة الطبية، مساعدات الطبية، خاطر كل الدول دول العالم الكل تنادي بدخول مستشفيات ميدانية. مستشفى تونسي حاضر عنده برشا، ما نعرفش وقتاش باش يمشي برشا مستشفيات. فما حتى يظهر لي في مصر، في لبنان، في الدول اللاتينية، يظهر لي سمعت كوبا، فنزويلا، سمعت مستشفيات برشا ميدانية. وقتاش باش يسمحوا لهم يدخلوا؟ هذا السؤال المطروح. كما قلت لك بعد الهدنة يعني دخلت جزء من المساعدات لغزة. مساعدات مش كافي، مش كافي، ما نتصورش حتى تفوت الربع نتاع احتياجات المليون ونص، حتى كشي للزوز ملايين و 300 من مواطنين متاع غزة. ما كما يقول المصري الرغيف اللي مش ياكلوا واحد مش ياكلوه أربعة، إلى متى باش ينجموا يقاوموا به؟ يقاوموا به معناتها إنسانية. لا السجائر موجودة، الأخ المتعدي يفادلك معناتها قال السجائر، لا السجائر موجودة، ديما معناتها الحاجات الفاسدة موجودة، لكن الحاجات الطب الدواء الماكله الشرب الغاز الاساسيه الحاجات اللي مستحقينها بالحق، الحاجات المولدات نتاع المستشفيات الى متى باش تقعد تخدم؟ كهرباء ما فماش والبترول ما فماش. دونك معناتها هذا يسمى سياسه القتل بالمراحل، قتل عبر المراحل. حتى اللي ما تخطفش فيه صاروخ ولا قذيفه والا سلاح ممنوع راهو باش يموت بالشر. راهي فما عباد ماتت في المستشفيات خاطر ما عندهاش اجهزه التنفس ما تخدمش. راهو فما عباد قاعده تموت بطرق لا إنسانية أشنع من أنها تموت على الأقل يموت بقذيفة ولا يموت برصاصة، أرحم له من أنه يتعذب وهو ناقص نفس. وإلا الأمراض، نسينا الأمراض المزمنة، نسينا أمراض مرضى السرطان. كيفاش مريض سرطان تقولي ما ندخلوش مساعدات؟ الدواء نتاعو يتجاوز الألف أورو. حتى المساعدات ما نصوريش تكون كافية يعني. هي المساعدات كافية، راهو فيالق كبيرة من المساعدات من مختلف دول العالم. احنا كدولة تو في عظمة في أزمة اقتصادية، المساعدات اللي خرجتها قاعدة تخليت العالم الكل مدهوش. كيفاش هذيك المساعدات تخرج من دولة في وضع اقتصادي معناتها شبه منعد، ما لقيتش التيرم متعلق الوضع الاقتصادي نتاعنا. ومساعدات التونسي ماك تعرف، التونسي في الغسرة، التونسي ديما راجل في الغسرة ينحي من قوته ويعطي لخوه في فلسطين ولا في غير فلسطين. مساعدات مهوله اللي خرجت من تونس، فما بالك من الدول الميسوره والا الدول المتوسطه. اما المساعدات ما لقاتش وقتاش تدخل. هذا هو السؤال المطروح. وقتاش المساعدات باش تدخل؟ يا خويا دخل الغذاء ودخل الدواء
داخل الغذاء والدواء ضروريات ضروريات وحتى النفط ضروريات. هذاك اللي يستخدم به الدواء والمعدات الطبيه الدواء والمعدات الطبيه والاكل اختي زاد والاكل يا اخي انت مش الدواء وهو جيعان في كرشه مثلا مش ملابس وكل الحكايات هذوك من الاكل والمعدات الطبيه والدواء اللي هما اهم حاجه. بعد عبد باش يقاوم وهو لابس وجيعان في كرشه شنو اللي باش يقاوم؟ الحاجه اللي تعمل طاقه هي الماكل وانت الماكل ما عندكش. الحاجه اللي ترجع الخلايا تخدم هي الدواء والدواء ما فماش. بعد تنجيو للغاز والنفط والكهرباء والاغطيه انت باش تعطيه فرش يحطوا في بلاص وبعد تجي كيان الصهيوني يطيحوا وش باش يعمل بيه؟ على الاقل هاكا يدور وماكلته في كرشه ومتدفي خير من اللي يقعد هكاك. هذاك هو ندعو معناتها المجتمع الدولي يضغط على مصر ويضغط على الاردن مش داخل المساعدات وكهو. هذا احنا كشعوب قمنا بالواجب نتاعنا بما اتيح لنا من امكانيات لوجستيه وامكانيات انسانيه. الباقي يقعد على الحكومات تمارس ضغطها وتمارس علاقاتها الدبلوماسيه. كيفاش نجم تضغط على مصر؟ مصر بيدها راهي مضغوطه. مصر راهي تحت المطرقه والسندان، بين المطرقه والسندان. مصر هي اصلا مضغوطه. مصر عندها امنها القومي وعندها مساعداتها وعندها شعبها بيد وعندها وضعها الاقتصادي المتردي. معناتها انت يقول لك لا، يجي هو بحكم المعاهدات اللي بينه وبين الكيان الصهيوني يجي يقول له خويا هذيك المساعدات باش تدخل حماس وحماس راهي تفك فيه. اخويا مش باش تدخل حماس، يقول لك حماس تفك فيه. يا دي اخي حماس 2 ملايين و300 راهي حماس مسكينه قوامها 30 الف جندي. انت معناتها تحرم 2 ملايين و300 الف ساكن على خاطر 30 الف جندي؟ هذه تسمى اعذار واهيه وكذب دبلوماسي واقتصادي وامني وعسكري. الكيان الصهيوني راهو يكذب. الكيان الصهيوني يحب يبيد الشعب الفلسطيني خاصه في غزه ويعاود يتموقع في غزه باش يعاود يقدم يربح خطوات ترابيه باش يعاود يحتلها في غزه باش يحسر هكا الزوز 3 ملايين 2 ملايين و300 اللي هما اصلا اكثر بلاصه فيها كيفاش باش نقولوها كيفاش نسهلها لكم، اكثر بلاصه فيها سكان في العالم في المتر المربع باش يزيد يحط سكان فوق بعضهم راكبين. هذايا شنو هي مشكلته؟ يربح التيران باش يسيطر على ما تبقى من غزه. يعطيك الصحه، نخلي لك الكلمه الاخرى. الكلمه الاخرى ان شاء الله العرب يفيقوا على رواحهم، خاطر راهي مش غزه بركه باش تاكل على راسها، راهي الناس الكل باش تذوق، حتى اللي يذوق فيها اقتصاديا باش يذوقوا عسكريا في وقت من الاوقات. دونك راهي ما تقولش اختى راسي وذره، وراهي الضربه جايه في راسك توا ولا من بعد. شكرا.